اسم كبير وليه تاريخ ومهم جدا. كان النهارده واحنا بنشوف كده التحالف الوطني المجتمع المدني جدا مهم قوي النهارده ان احنا نشكر ونحيي الحاجه سميه ابو العنين. حاجه سميه مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك ومؤسسه ابو العنين الخيريه، الحقيقه كانت منوره النهارده في التحالف. الله يخليك يا مدام. وواضح ان شغلكم كان كتير. قوليلي النهارده وانتوا في وسط التحالف رأي حضرتك ايه؟ احنا كنا في عيد النهارده الحقيقه، يعني ازاي سياده الرئيس شرفنا، وازاي ان هو شكر في شغلنا، وازاي ان احنا يعني على مدار السنه اللي فاتت مع التحالف وعلى مدار 40 سنه في المؤسسه عمل خيري تنموي بالجهود الذاتيه وبلا قبول جنيه تبرع، ودي فلسفه الاستاذ محمد ابو العنين. نعم. ان قال انا ومالي وموظفيني ملك بلدي وملك اهلنا الكرام اللي حقهم علينا ان احنا نساعدهم الله. بقلبنا وبفلوسنا وبمجهودنا. ودي الروح الحقيقه اللي احنا شفناها النهارده في مجموعه مؤسسات معانا كانوا في التحالف النهارده، وسياده الرئيس الحقيقه يعني شرفنا وفرحنا، وازاي هو حاسس بكل بني ادم محتاج، وازاي هو حاسس بكل مجهود بيتبذل، وازاي ان دي بلدنا. لو ما كانش كلنا يعني يبقى في خدمه بلدنا وخدمه اهالينا نبقى احنا مش صح بصراحه، لان دي بلدنا وبنمر بظروف مش حلوه اليومين دول الحقيقه، عشان كده الحاله العالميه في والاقتصاد العالمي اللي احنا شايفينه على مستوى العالم. صحيح. احنا شعب جميل وشعب عريق وشعب متعاون، وان شاء الله هتمر الازمه دي بسلام زي ما هتمر ان شاء الله. طمنا وقال كل شيء زي الفل، وهتبقى مصر هي بلد الامن والامان في ظل سياده الرئيس وكل قياده مخلصه مؤمنه بالزي اللي البلد دي محتاجة لكل بني آدم فيها. في بني آدم بالفلوس، وفي شخص بالوقت، في شخص بالعلم، في شخص بأن يقدم فكرة جديدة. أيوة. وفعلا فعلا يعني النهاردة لما أقول المجتمع المدني كان عام 22 عام بالمجتمع المدني، الحقيقة احنا بذلنا الجهد دوت مع التحالف مع مجموعة المؤسسات اللي معانا النهاردة كمان. سيادة الرئيس حاجة سمية طالب وقال إذا كان 2022 كان عام المجتمع المدني فمطلوب منكم مزيد من الجهد في 2023. دي حقيقة، وسيادته لما قال كده ادانا بقى إيه الحماس أكتر وأكتر وأكتر إن إحنا إن شاء الله إن شاء الله هنضاعف أضعاف من اللي بنعمله، ونتمنى برضه إن كل بني آدم وكل المؤسسات اللي في مصر اللي ما اشتركتش معانا تتفضل تشارك، وإن شاء الله تبقى السنة الجاية سنة يعني جميلة على مصر كلها، ونكون كل الآثار السلبية اللي بنعاني منها دي أزيلت، ونحتفل كلنا مع سيادة الرئيس بتقدم مصر في كل المجالات الخيرية والتنموية، وكل شيء جميل في مصر إن شاء الله يتم إن شاء الله. طول ما في قلوب نظيفة وقلوب محبة للبلد وقلوب بتبذل كل جهد بقلبها. صحيح. ومش مستنية حاجة، يعني احنا الميزة في الموضوع انك انت بتبذلي الجهد ده لله سبحانه وتعالى، بتبذلي وانت حباه وبتبذلي وعايزة تساعدي وعايزة تقدمي، ده احساس عظيم. ده اقل شيء نقدمه لبلدنا صراحة. يعني هتقعدوا مع بعض بقى حاجة سمية علشان تشوفوا ازاي يبقى في مزيد من الجهد كالتحالف. انا يعتبر من بالظبط كده من نص ساعة اتكلمت معاهم وقلت لهم احنا عايزين الجديد هنعمل ايه، عايزين افكار حلوه، عايزين نجري قدام، عايزين ان احنا فعلا يبقى كل شهر فيه انجازات توازي السنه اللي فاتت. طب هايل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله هيحصل كده، ربنا معاكم يا رب، ومجهود الحقيقه لازم كلكم تشكروا عليه الحقيقه. ربنا يخليك حبيبتي، ونشكر سياده الرئيس يعني ازاي شرفنا، وازاي ان هو يعني النهارده كان فعلا عيد عندنا كلنا كمؤسسات، وده هيدي احساس كده نقول ايه بالشغل الاكتر وبذل المجهود الاكتر. وان شاء الله ان شاء الله هتعدي بينا كلنا ان شاء الله، كلنا لا ان شاء الله كلنا جنب بعض وهتعدي باذن الله. مصر تحتها عظيمه ان شاء الله. شكرا شكرك يا فندم، شكرا جزيلا، شكرك، اتفضل.